الصيرفة الإسلامية بالدول الغربية صناعة باتت تستقطب اهتمام العديد من البنوك والمؤسسات المالية، وخصوصا بعدما ضربت الأزمة الاقتصادية جذورها في عصب الاقتصاد الرأسمالي في عام 2008 وما تلاها من أزمة اليورو التي هزت اقتصادات الدول الأوروبية وأضعفت البنوك الأوروبية خلال الأعوام الأخيرة. البنوك الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي كان موجود لكن ما كان له ذكر يذكر بشكل رئيسي على مستوى أصحاب اتخاذ السياسات على مستوى العالم. لكن بعد الأزمة المالية العالمية اللي حصلت، الدورة الاقتصادية الجاية أصبحت الاقتصاد الإسلامي وأصبحت الصيرفة وتمويل الإسلامي، فاتجاه العالمي صار الآن إلى أنه هذا التوجه. ما في شك أنه المصارف التقليدية وحتى المصارف المركزية دائما نحن بنقول أنه يجب أن يتعمقوا في أهمية ودور صناعة الصيرفة الإسلامية. هي منا مجرد تقليد للصناعة التقليدية ولبسة مثل ما بيقولوا يعني اسم الإسلام، بالعكس هي صناعة تنموية، وهذا ما يميز الاقتصاد الإسلامي أنه مش نظام ريعي، نظام يدخل في صلب العملية الاقتصادية، وهذه على المجال الطويل والمجال الثابت بتخلق نوع من الاستابيليتي أو الاستقرار في نمو الاقتصادية. ما بقعد في عندك ما يسمى التقلبات التي تتأثر جدا بتأثر أسعار الفائدة. ويزداد عدد البنوك والمؤسسات المالية الغربية التي تقدم خدمات مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية في أوروبا وآسيا يوما بعد يوم، مثل سيتي جروب و HSBC و UBS، ولم يقتصر نمو الظاهرة على الدول الأوروبية وأمريكا بل وصلت إلى اليابان التي من المنتظر أن تكون أولى الدول الصناعية الكبرى التي تصدر سندات إسلامية. السبب الرئيسي لدخول البنوك الأجنبية في مجال التمويل الإسلامي هو الطلب المتزايد على هذه الصناعة من قبل الأفراد. نحن نعلم أيضاً أن مسألة التمويل الإسلامي قد بدأت في الغرب قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية عام 2008، إلا أنه مع سوء الأوضاع الذي صاحب هذه الأزمة أصبحت الحاجة ملحة لجذب رؤوس أموال من خارج البلاد. لقد قمنا بدورنا في سيتي بانك بتخصيص وحدات للمعاملات الإسلامية لتلبية حاجات عملائنا. وقد واكبت البنوك الغربية طلب المتزايد على المعاملات المالية التي تراعي أحكام الشريعة الإسلامية، حيث سارعت في تكييف خدماتها وتطويع نشاطاتها لتلبية حاجة العملاء من هذه الفئة من الجمهور، وذلك بهدف استقطاب ما أمكن من رؤوس الأموال التي تبحث عن خدمات تتماشى مع منظومة الاقتصاد الإسلامي. يختتم المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي أعماله اليوم في دبي، وللحديث أكثر عن نتائج هذا المؤتمر وعن تطورات البنوك الإسلامية في المنطقة ينضم إلينا مباشرة من المنتدى الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالإله بلاتيق. سيد عبدالإله، أهلا بك على سكاي نيوز عربية. طبعا دقائق تفصلنا عن نهاية هذا المنتدى الاقتصادي الإسلامي في دبي، كيف يمكن أن نختصر أبرز ما سيخرج به المجتمعون من هذه اللقاءات التي استمرت على مدى عدة أيام؟ السلام عليكم، شكرا أخت ملك فارس على استضافة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في هذا اللقاء. أولا أظن من الأشياء التي استنتجها هذا اللقاء ممكن نلخصها في نقطتين اثنين. النقطة الأولى وهي التركيز أو وجوب التركيز على الموارد البشرية في الدول الإسلامية للنهضة بالاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية عموما. والنقطة الثانية وهي وجوب تعاون أكثر بين الدول جنوب جنوب أو دول منظمة التعاون الإسلامي فيما بينها أو مع دول أخرى للاستفادة من التجارب الناجحة في عدة دول. إذن فيما يخص تطوير الموارد البشرية فنلاحظ أن في عدة دول هناك لا زلنا في نقص في مثلا التمدرس وأشكال الأمية، وفي دول أخرى عندنا تقدم كبير ولا يمكن أن نستفيد 100% من الفرص التي عندنا من الاقتصاد الإسلامي فيما يخص تمويل المؤسسات الصغرى والكبيرة
كبيرة فيما يخص الصرف الإسلامية، فيما يخص الجوانب الأخرى مثل الأوقاف أو أشياء أخرى، بدون تطوير الجانب البشري في هذه الدول. وفيما يخص التعاون بين الدول كذلك كما قلنا، نجد أن هناك بين الدول من منظمة التعاون الإسلامي أو دول أخرى خارج التعاون منظمة التعاون الإسلامي، بحيث نجد أن مثلا في هذا اللقاء كان هناك عدد كبير من الدول، مثلا لوكسمبورغ، مثلا بريطانيا، مثلا دول أخرى من شرق آسيا أو الشرق أو شكرا لك سيد عبد الإله. نعم، ويمكن الاستفادة من هذه التجارب بطريقة ناجعة. شكرا لك سيد عبد الإله بالعتيق، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. هذا كان في الاقتصاد، نعود إلى ألمه.